الراجل ما ينفعش يبقى راجل الا اذا كان كسيب. الراجل ملوش ارض، الراجل كسيب حطه في اي حته، حطه في صحراء كسيب يتصرف، مش مستني الظروف، مش لاقي حاجه يروح مكان تاني، مكان تالت، مكان رابع، لغايه ما يروح مكان فيه ويستنى اللحظه ينقض يجيب الفريسه بتاعته. هو ده حل الجدل. الرجولة حال يا جماعة، واللي احنا بنتدرب عليه في برنامج الراجل الكسيب بنتدرب ازاي نعيش حال الرجولة. الرجل يا جماعة انفاقه على الأنثى ماديا وانفاقه عليها وعطائه العاطفي والجنسي ليها بيزيدوا قوة. ما ينفعش الراجل يبقى مش كسيب، الراجل بيكد ويتعب وينجز ويحقق ويقع ويقوم، هو ده الراجل. عايز الرجالة يعيشوا حياة الرجولة.